قلت لي انك ما كنتش بتتابع اي ردود افعال وانت بتصور، ولحد دلوقتي مش متابع قوي يعني. السوشيال ميديا بقت بتلعب عامل كبير جدا لاي فنان، انه ينزل صور كواليس للمسلسل بتاعه، ينزل صور وهو في الميكنج، يهتم بنسب المشاهده على اليوتيوب. انت ده بيشغلك ولا ما بيشغلكش؟ لا ما بيشغلنيش خالص على فكره. انا مش نت قوي يعني، ومش متابع قوي، ومش ودي طبيعتي يعني. ما عنديش فيسبوك، ما عنديش تويتر، ما عنديش كذا، ما عنديش كذا، فمش متابع الحكايه قوي يعني. بس بيوصلني يعني، في ناس بتكلمني يقول لي مكتوب عنك كذا، في ناس بتقول لي، الناس بتقول عليك كذا، فالحمد لله. طيب بكل صدق من غير دبلوماسيه، انت بعيد عن السوشيال ميديا عشان اللي بتسمعه عن اضرارها، واللي بتعمله بتعمل شحناء وناس بتتكلم بشكل مش كويس على السوشيال ميديا، فانت بعيد عنها ولا انت اساسا مش هاوي؟ لا انا طبيعتي كده، مش غاوي يعني الحاجات دي يعني، مش واخد منها موقف، بس انا طبيعتي ان انا مش نتاوي قوي يعني. تمام. نرجع لطايع، ايه المشاهد اللي في طايع اللي وجدت صعوبه في تنفيذها واثرت فيك انسانيا يعني، مؤثره في عمرو عبد الجليل انسانيا؟ لا ما حصلش، ما عنديش مشهد اثر فيا انسانيا او اثر فيا شخصيا او كده، لا ما فيش يعني. والمشاهد يعني الحمد لله الصعوبه كلها بس كانت في اماكن التصوير، كان في الحر الشديد جدا مع الصيام، بنصور بالنهار، بناخد اوردر كاميرا 5 الصبح وبنقعد طول النهار في التصوير، فدي كانت المشقه والتعب يعني. لكن ان في مشهد تعبني شخصيا لا، ان في مشهد أثر فيا لا.